هناك مشاريع مميزة في الشرق الأوسط. نستطيع أن نرى ليس دبي فقط بل أبو ظبي تحركت بشكل قوي جدا وبإنجازات متتالية وسريعة، وكل دولة الأمارات نريد أن نرفع السقف أيضا في المملكة العربية السعودية. As a region, we are a magnet to the world and we're stronger together. الإمارات أم السعودية؟ قد يطرح البعض هذا التساؤل في سياق حديثه عن التنافس بين الدولتين في جذب السياح الدوليين، لكن السعودية لا تراه تنافسا بل تكاملا. ففي إجابتها على سؤال لشبكة CNN عما إذا كان هناك تنافس بين الدولتين الخليجيتين في جذب الزوار، قالت الأميرة هيفاء آل سعود نائب وزير السياحة السعودية أن المنطقة كلها تشكل نقطة جذب سياحية، وإنه لا توجد منافسة قدر ما هناك تكامل بين كل تلك الوجهات السياحية. We are stronger together. Where do you find all the big brands? They're always on one strip because they realize when they come together on one strip, people will come to that one strip. مع اتجاه السعودية لتنويع اقتصادها انطلاقا من رؤية 2030، سعت لتنشيط القطاع السياحي عبر العديد من الفعاليات وإحياء الأماكن الأثرية، لكن ذلك لم يؤثر على الإمارات التي حافظت على مكانتها كإحدى أفضل الوجهات السياحية في العالم. ففي عام 2022 استقبلت دبي وحدها أكثر من 12 مليون سائح دولي في الفترة من يناير إلى نوفمبر. جاءت النسبة الأكبر منهم من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 21%، وجاء الزوار السعوديون في المرتبة الثالثة من حيث أكثر الجنسيات التي تصدرت زوار دبي بزيادة تقترب من 200% عن العام 2021. وفي عام 2022 كانت دبي أعلى المدن من حيث إنفاق المسافرين الدوليين بأكثر من 29 مليار دولار، متفوقة على لندن التي أنفق السياح فيها نحو 16 مليار دولار. أما أبو ظبي فاستقبلت فنادقها 3.6 مليون نزيل في الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2022 بنمو 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. تلك الانتعاشة القوية في السياحة جعلت القطاع السياحي يساهم بأكثر من 177 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2022. وتسعى الإمارات لمضاعفة عدد السائحين إلى 40 مليونا بمساهمة إجمالية متوقعة تبلغ 450 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. أما السعودية فتشكل السياحة المحلية النسبة الأكبر فيها، وفي عام 2022 بلغ إجمالي الزيارات للمملكة 62 مليون زيارة. كانت الزيارات الداخلية هي الأكبر بأكثر من 32 مليون زيارة. ويستهدف قطاع السياحة السعودي رفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10% والوصول إلى 100 مليون سائح دولي ومحلي. انتعاش السياحة في الإمارات والسعودية يأتي في سياق خطط تطوير لا تتوقف جعلت تلك الدول مراكز جذب للأعمال والسياحة، وهي خطط تعمل بشكل تكاملي وتأتي في سياق نهضة شاملة تعيشها العديد من العواصم العربية التي يقول كثيرون إنها تشكل مستقبل المنطقة سياسيا واقتصاديا. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية سوف تكون مختلفة تماما، الإمارات، مصر سوف تكون اللحظة القادمة 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله.